أحسن الله إليكم. في آخر أسئلتها تقول: ما الألوان المباح لبسها وغير المباح لبسها للرجال؟ وهل في اللباس الأسود أو الأحمر للرجال شيء؟ يلبس الرجال ما جرت عادة لبسهم له في بلدهم وفي عرفهم من أسود أو أبيض أو أصفر أو غير ذلك من الألوان إلا الأحمر الخالص، فإنه لا يجوز لبسه للرجال. الأحمر الخالص لا يجوز لبسه للرجال، وكذلك المعصفر أي المصبوغ بالعصفر والمزعفر، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وما عدا ذلك فالأصل فيه الإباحة ما لم يكن فيه تشبه بالنساء. الرجال لا يلبسون الملابس الخاصة بالنساء، وكذلك العكس، النساء لا تلبس الملابس الخاصة بالرجال، لأن هذا من التشبه بأحد الجنسين بالآخر. قال: وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. نعم.